ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. فإن رأي الخوارج مقال لمن يهواه، يعني يحبه ويتبعه، يردي، يهلكه هذا الرأي، لأنه رأي خطير فيه تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم والخروج على ولاة الأمور. مذهب الخوارج يتفرع منه فروع قبيحة، فلا تعتقده أو تمل إليه، بل اعتبره مذهبا باطلا. نعم.